اييه لا حياتي الشخصيه ديما تنخليها داخله. اي مزوج عندي بنيه وليد وجاي واحد ان شاء الله اخر في الطريق، يعني ديما كنحاول نخلي الحياه الشخصيه ديالي غير. وبزاف الناس يعرفوني سيليباتير بالك سيادنا انا راني مزوج وعندي البلاد، وكما الناس تيعايروا تيسبوا انو كنتو كتديو الذنوب ديالي وديال ولادي. علاقتي بالابناء ديالي علاقه غزاله، بنتي كتحمق عليا، ولدي كذلك، مع المراه ديالي، مع العائله ديالي، حنا عايشين عيشه بلديه مع الوالدين ديالي، يعني ما نقدرش نفوت الوالده ديالي، انا ديما معاها. الحمد لله ما لقيتش المشكل، يعني خدام كنعيش كسيليباتير، ولكن حيت الدومين ديالنا خصك تكون سيليباتير في حياتك، تكون سيليباتير بزاف الحوايج، تعطي الوقت ديالك للخدمه ديالك. وراه بيان سيغ راك انت مزوج، المسائل الزوجيه راك قاديها وكتجي كتقضي الاغراض ديالك مع ولادك ومسائل ديالك. لا ما الزوجه ديالي صويريه، ناس الصويره اللي عمرها دار. لا ما انا محجبه. الغريب انا داير الحجاب المراه عندي، وهذا الشيء متفقين عليه هنا من البدايه. لا تنتمنى يكونوا حاجه اخرى، ما بغيتهمش يكونوا في نفس الدومين ديالي، ان شاء الله يلتجؤوا في مجالات اخرين. الدومين ديالي صراحه طلع دومين شحنا في المغرب، هاد الدومين ديال الميك اب ولا ديال اي دومين، يعني جايل في لي ريزو سوسيو تيكون فيه مشاكل، كونكورونس، منافسات، تيمعيور، اعطيني نعطيك، هذا ما بغيتش ولادي يكونوا احسن مني، ان شاء الله يقراوا ويوصلوا ان شاء الله.